اليوم أو قبل هذا البرنامج كان برنامج سيرة يعرض حديثا للاعب نادي الهلال السابق عبد الرحمن اليوسف. نتابع مقتطفات أو جزء بسيط ثم نعود. ترى التنافس لا زال قائم بين الهلال والنصر؟ أعتقد أنه التنافس انتهى. لماذا؟ يعلون عليك النصراوية الآن. تنافس دائما يا كابتن عبد الرحمن، ما تحكم النتائج؟ هي ما تحكم النتائج، ولكن البطولات هي اللي تحكم. المنافس الآن المنافسة ما بين الهلال والاتحاد في العشر سنوات الأخيرة، كان سابقا المنافسة بين الهلال والنصر، يعني الهلال والنصر كانوا هم لهم حظوة ولهم سطوة على البطولات، فكانت مبارياتهم مهمة وممتعة. الآن اختلف الأسلوب واختلف اختلفت المباريات، صارت مباريات للإعلاميين وللصحافة أكثر. يعني المباريات في السابق مباريات الهلال والنصر تظهر بمستوى فني راقي، أما في الوقت الحاضر لا، فهي مباريات إعلاميين فقط، يعني أكثر لا غير. كأنك تقول أن المنافسة الآن بين الهلال والنصر إعلامية، أصبحت خارج نطاق الملعب، خارج نطاق الملعب وخارج نطاق الرياضة، لأنها صاروا الناس اللي تتكلم على هالموضوع اللي هم الإعلاميين أكثر. وترى المستوى؟ المستوى لا، ما في مقارنة في المستوى. ترى أن الهلال النصر لا يمكن مقارنته بالهلال في الوقت الحاضر كمستوى فني؟ كمستوى فني نعم، حتى لو كانوا بيزعلون، ولكن جميل. يبقى هذا رأيك كابتن عبد الرحمن؟ رأيي وهو الواقع، ما أنا ما أتكلم مثلا جزافا، لا، أنا سبق وإن قلتها للأخ علي كميخ أبو تركي الله يذكره بالخير، الله يمسيه بالخير، بعد مباراة الهلال والنصر 1-1 بعد خروج الهلال من كأس آسيا، نعم، قلت له يعني النصر لن يحقق بطولة بالأسلوب اللي يلعبون فيه وباللاعبين اللي عندهم، لازم يكون فيه تغيير جذري.